لا مشاهدينا الكرام في عربة النقل على التواصل في التعليق على أشواط سباق هذا اليوم والتي دارت منافساتها بين انطلاقات هذا اليوم بين اللقاية الأبكار والقعدين، و16 شوطا في انطلاقات هذا اليوم كانت كفيلة بأن نشاهد ونتابع سباق جميل ومميز، حيث حلت في هذه الأشواط الكثير من الأعداد والكثير من المسميات والشعارات المختلفة التي توافدت على أرضية هذا الميدان من كل حدب ومن كل صوب. الشوط الأول الرئيس في صباح هذا اليوم مشاهدينا الأعزاء حققت الانتصار دموع لسعد بن يعقوب بن عبد الله السعيدي من صلة عمان لتحقق 6 دقائق و5 أجزاء من الثواني لتهدي أهالي السلطنة وساحل الباطنة هذا الفوز والانتصار، واسعد الله صباحكم على فوز دموع بالمركز الأول لتحقق الانتصار ودموع الفرح. أما مشاهدين الكرام الشوط الثاني كانت شعلة هي من أشعلة النشاط مع المهجنات الأصايل، وكان التحدي بين ثلاثي كبير في هذا الشوط ب6 دقائق ثانية واحدة و4 أجزاء من الثانية، تانين والناموس لمهدي بن فهد بن مسعود العجمي من تبوك الورد حيث حقق الانتصار في صباح هذا اليوم بقوة واقتدار. أما الشوط الثالث فكان حشيم لهزاع بن ناصر بن صرود الخيلي ليهدي الفوز والانتصار إلى أهالي الرماح في مدينة العين ب6 دقائق 3 ثواني بالوفاء والتمام والكمال، والذي ينحدر من سلالة الشميمي والذي انتزع المركز الأول بجدارة في أشواط هذا اليوم. أما الشوط الرابع فكان شاهين صاحب التوقيت الأفضل والأجمل ليهدي هالي الذيد أجمل تحية وناموس في هذا الصباح، شاهين لعبد الله بن محمد الخيال الطنيجي حيث انتزع المركز الأول ب5 دقائق 59 ثانية بالوفاء والتمام والكمال، تهانينا والناموس وأسعد الله صباحكم على هذا الانتصار. أما مشاهدين الكرام الجولة الثانية حيث بدت بالمحليات الأصايل وكانت اليروة لمحمد بن حمد بالقرين العامري وسلالة ريسينج والتي يأتي مع إنتاج أنخلي ب6 دقائق وجزءا وحيدا من الثانية لتأتي هذه البكرة الدلول المحلية الأصيلة في هذا المركز الأول. أما الشوط السادس فكانت ليالي حيث انتزعت المركز الأول في اللحظات الأخيرة لعيسى بن محمد بن جبر المهيري وانتزعت صدارة هذا الشوط بقوة ب5 دقائق 59 ثانية و6 أجزاء من الثانية لتهديها لجميرة هذا الفوز والانتصار في صباح هذا اليوم. أما الشوط السابع نذهب إلى القعدين حيث يحتل راهي المركز الأول ويأتي شعار بالقرين في المرة الثانية في صباح هذا اليوم لحقق الانتصار، عبد الله بن حمد بالقرين العامري ب5 دقائق 59 ثانية و9 أجزاء من الثانية لينتزع المركز الأول في شوط الجعدان المحليات الأصايل. أما الشوط الثامن فيأتي لهب لعيسى بن ساري بن حمدان المنصوري لينتزع المركز الأول ويهديها للوثبة هذا الفوز والانتصار ب6 دقائق وثانية واحدة بالوفاء والتمام، وينحدر من سلالة لهب بن حمدون الخيلي وهذه السلالة العريقة التي حصدت الرموز. أما الشوط التاسع فكانت حشمة لسلطان بن أحمد بن ثاني الفلاسي وسلام لهالي جميرة سلام وسعد الله صباحكم يا بن قنون ويا بن يرادة على هذا الفوز والانتصار، وشكرا يا البنت لي على الأداء الجميل 6 دقائق ثانيتين و7 أجزاء من الثواني حيث حققت الانتصار وانتزعت المركز الأول بجدارة. أما الشوط العاشر فكانت زاهية لخالد بن حمد بن ساري المزروعي الذي حقق الانتصار وهدى الفوز والناموس إلى أهالي مدينة السويحان حيث انتزع المركز الأول والأداء الجميل الذي حقق من خلاله هذا الأداء وهذا المركز وهذا التواصل الجميل، لأن بلا شك أكيد من خلال التحدي والمنافسات في أرضية هذا الميدان. أما مشاهدينا الكرام نذهب من جديد إلى شوطنا الذي سار وتنافس من خلاله المتنافسون، ولكن في النهاية حلت في المركز الأول حل في المركز الأول هملول لمحمد بن الدحبة بالزفنة العفاري حيث قطع المسافة في 6 دقائق 5 ثواني و3 أجزاء من الثانية ليهدي هالي الفوعة هذا الانتصار وهذا التحدي الكبير. الشوط الثاني عشر نذهب إلى مشعل لسعيد بن سالم بن سليم العويس ويهدي هالي السلطنة وهالي جعلان بن ابو علي هذا الفوز والانتصار 6 دقائق 4 ثواني و6 أجزاء من الثواني، واسعد الله صباحكم يا هالي السلطنة على هذا الفوز والناموس المستحق. الشوط الثالث عشر كانت ارناق مشاهدينا الاعزاء الحميد بن راشد برويس الاكتبي حيث انتزع المركز الأول ب6 دقائق 5 ثواني بالوفاء والتمام والكمال وهذا الفوز والناموس إلى هالي الذيد على هذا التحدي الكبير. أما مشاهدينا الأعزاء شوطنا الرابع عشر
يأتي من خلال التحدي. والنقطة الثانية يضيف شعار برويس مع وجود وشوشة لمحمد بن راشد برويس الكتبي بست دقائق سبع ثواني وسبعة أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس. أما الشوط الخامس عشر فنذهب إلى مرزام لحمدان بن غانم بن حمدان الفلاحي حيث انتزع المركز الأول وهدى الفوز والناموس لشعاره بست دقائق أربع ثواني وستة أجزاء من الثواني. الشوط الختامي كان مطفي لحمد بن قريع بن روس العامري انتزع المركز الأول وهدى المصانع الجنوبية هذا الفوز والانتصار بست دقائق ست ثواني وثلاثة أجزاء من الثواني ليحتل المركز الأول مع مطفي ومع هذه السلالة المميزة. إلى هنا مشاهدين الكرام نأتي إلى الختام وختام انطلاقات سباق صباح هذا اليوم والذي أتى على 16 شوطا خصصت لسن اللقاية. غدا إن شاء الله نجتمع مع حضراتكم مع سن الإذاع بنفس الموعد في الساعة السادسة وبنفس الأشواط 16 شوطا ومن نفس المسافة 4 كيلو مترات. لكم الشكر الجزيل على المتابعة من الأستاذ تيسير شنابلة ومن طاقم العمل. نلتقيكم غدا إلى اللقاء.